نعم، أنت شاهد لهذا المتهم طه ياسين رمضان، ما جاي بك خطاب، تلقي خطاب سياسي، خطاب معنوي، ما أعرف إيش. اقتصر بحدود شهادتك. من قال لك حضرتك أنا عندي خطاب؟ والله ما طيب يعني مبين من قاعدة مالتك. لازم نكون أذلاء يعني. خلي يدك على القرآن. أقسم بالله، أقسم بالله أن أشهد بالصدق كله، أنا أشهد بالصدق كله، ولا أقول إلا الحق، ولا أقول إلا الحق. يا هسه أنت جاي كشاهد دفاع عن المتهم طه ياسين رمضان، شنو شهادتك كشاهد دفاع عن المحكمة راح تستمع إليه؟ هو متهم بهالقضية، قضية الدجيل. الرجل يقول أنا ما عندي علاقة بالموضوع وعنده شهود، أحد الشهود هو أنت. إيش تعرف عن الموضوع؟ إذا تسمح لي حضرتك، ويعني مقدما أنت كأنه أنا جاي مو شاهد، بس أنا جاي شاهد، فأرجو أنه حلمك علي حتى أقدر أربط لك إذا شوية تسلسل بعض الشيء تا أصل إلى جوهر الموضوع بشهادتي. وشهادتي بما تخص الأستاذ طه بموضوع الدجيل، أنا على معرفة بالأستاذ طه من خلال ثلاثة مراحل. مرحلة أنه هو رفيق لأخي ورئيسي، وأعرفه من السبعين 80 بالضبط، عام 80، وأذكر التاريخ 22/4/80، أصبحنا جيران أنا والأستاذ طه، جيران يعني جيران بالسكن. والمرحلة الثالثة أعرفه أنه أصبح مسؤولي الحزبي المباشر في عام 1981. وهذه ثلاثة مراحل اللي تجعلني أنه أقدر أقيم الأستاذ طه بدقة، لأنه اشتغلت وياه مباشرة وجاري بالسكن مباشرة، والمعرفة الطويلة اللي هي ذكرت بها انه رفيق نضال مع السيد الرئيس واخيه. فارجع الى جوهر الموضوع، ولو حضرتك يبدو الجو متشنج وقلت لي مو جاي خطوة سياسية، لأن أنا بالمرة الماضية ما لقيت خطوة سياسية، وأنت رجل قضاء ورجل عدل، يعني يفترض أنه يصير صدرك أوسع من عندنا الجميع بحكم أيضا تجربتك وعمرك، تجربتك القانونية القضائية. فأني كنت عضو أحد المكاتب بالتنظيم القومي مع رفاق عرب وعراقيين، مسؤولنا المباشر الرفيق طه، وقلت مسؤولي الحزب المباشر ابتداء من 1/9/81 إلى 30/9/83. فعندما حصلت واقعة الدجيل وأني ذكرت الشهادة الأولى، أني على بينة بها من خلال ما ذهبت واستوضحت من
أخي برزان، ومن خلال ما ذهبت واستوضحت من أخي الرئيس، فأنا على بينة بالموضوع. ولكن بحكم مسؤوليتنا الحزبية وتنظيماتنا الحزبية، عندما يحصل هيك حدث لازم ننزل لهم تعليمات، وهم يسألون أيضا يريدون، وهذه معمولة بها بالحزب بحدث بهالحجم، أنه لازم احنا نوضح للتنظيمات بالتفصيل وبدون إخفاء، بدون مبالغة، بدون نقصان. فبالاجتماع الحزبي اللي هو اجتماع حزبي رسمي، طلبنا أو طلبوا الرفاق جميعا من الرفيق طه باعتباره هو المسؤول المباشر أنه ينطينا شرحا وإيجازا عن هذا الحدث اللي حصل. والرفيق طه أجابنا بكل تفصيل أنه الحادثة مثل ما تروى وروت، ومثل ما شرحتها بالمرة الأولى، وأنا قلت أنه أنا على بينة بها بالأيام الأول، لكن ما من حقي يعني أحكي للرفاق لأنه هو لازم المسؤول. فالأستاذ طه أعطانا شرح ولم يذكر أنه مكلف من القيادة أو من السيد الرئيس بأي عمل ما. وطبعا لو قايل مكلف يجوز أنا أستغرب، لأنه هو ما له علاقة أصلا في ولا في أي يوم من الأيام بالأجهزة الأمنية أو بالأعمال أو بأي عمل أمني، وهذا أنا أعرفه سابق وأعرفه لاحق من خلال مسؤولياتي الأمنية. من يوم من الأيام هو ترأس لجنة مثل ما قيل هنا، وشفته على السيدي في السجن، أنه هو كان رئيس هذه اللجنة، أي اللجنة الأمنية اللي عالجت موضوع الدجيل أو مشكلة الدجيل. فشرح لنا الرجل بهذا الاتجاه انه حصل الحادث، والجهات المسؤولة اي الامن لم يذكر المخابرات ولم يذكر برزان، والامن وكان يعني عنده نوع من التهكم باتجاه الامن، اي لعدم أو لضعف بعملهم أو لعدم اتخاذهم دورهم الأمني بشكل صحيح. إضافة إلى ذلك يعني إحنا لقاءاتنا مع الرفيق طه الاجتماع أسبوعي، وبعد الاجتماع ينفرد بكل رفيق لمناقشة العمل التفصيلي. يعني بالاجتماع الحزبي نتكلم عن العمل بالخطوط العامة، لكن بالخطوط التفصيلية منفردا. لم يذكر ايضا لي منفردا انه هو كلف من قبل السيادة او ترأس لجنة او كلف بما يسمى تجريف بساتين الدجيل مثل ما دا اسمع او يعني نشوفها بالمعسكر يجيبونا السيدي. انا اللي اعرفه انه الرفيق طه يعني هو كان عنوانه نائب اول لرئيس الوزراء، وكان يتعامل مع رئيس حكومة، وكان فعلا يقوم بهذا الدور كدور رئيس وزراء. انا استغرب يعني، واقولها من باب الدق يعني من باب زيادة بل
بالدقة أو زيادة بالتأكيد، استغرب أنه يكلف شخص ثاني أو ثالث في الدولة لهيش مهمة. يعني هو إذا حاصل هيش أمر، إذا حاصل هيش أمر يعني ما أعرف، يعني لا يمكن يقتنع أنه أيمن أنه يقوم شخص ثالث بالدولة بهذا العمل، وإنما ممكن يقوم به قائم مقام القضاء، مدير ناحية الناحية، مدير زراعة المنطقة. يعني هذا العمل ما هو ذاك العمل اللي يحتاج له من الخطط أو من النظريات أو من الأفكار لأجل أنه يكلف به شخص بموقعه الرسمي الثالث لهذا العمل. يعني عمل صغير. يعني أنا أعرف أنه مثلا، إذا تسمح لي حلمك علي، يعني هو ظروف الحصار، وعندما أصبح كيلو التمن غالي وكيلو السكر غالي وكيلو الطحين غالي، الأستاذ طه كان هو رئيس اللجنة، لجنة البطاقة التموينية، لأجل أنه لا تصبح في يوم من الأيام خلل ويؤدي إلى مجاعة أو شبه مجاعة. هذا عمل كبير، أنا أفهمه ويفهمه أي من يمكن السادة الحضور، لكن عمل بهذا الحجم الصغير، يعني يكلف علي طه والسيد الرئيس يكلف علي، وأنا حكيت أنه شنو دور السيد الرئيس وكيف كان هادئ وكيف كان، فقط وحدة ذكر لي إياها، قال أخشى الإيرانيين يفسرون أنه أكو تفكك بالشعب العراقي ويطيلون بأمد الحرب ولا نريد إطالة أمد الحرب. قالوا له هذه ما مشكل عندي شيء. فاللي يقول هكذا، وهو الثاني هكذا مهامه، هل معقول أنه يقوم بهيش دور والله لي وأنه واقف على البلدوزر تجرف بستان، أو أنه الشخص اللي معني واللي صارت عليه محاولة الاغتيال هو يتكلم مع أخوه مع شقيقه، يتكلم به الهدوء والبرود ويهدئ على أخوه، يقوم يكلف الشخص الثاني بالدولة لأجل أنه يقوم بهذه الأعمال اللي يقدر يقوم بها مدير الناحية أو قيم مقام أو مدير زراعة المنطقة. كان عندي كلام بهذا الموضوع أكثر حضرة القاضي، ولكن يبدو، ما أريد أطيل عليك، يبدو أنه تعبان وأني يعني ما مو عن المتعبك يعني. تمام. يعني بالنسبة للشهادة، بالنسبة إلى مكان إلى دور، والدورة أرفع من أن يقوم بهذا العمل، وأكد هذا. لا يعني حضرت القاضي أكد لك، إحنا يعني هذه بالحزب مثل دستور التعليمات الحزبية، والرفيق من يطلب من المسؤول لا ممكن ما يجاوبه، حتى لو ما يملك معلومات ما يقول ما أجاوبكم ما أملك معلومات، يقول رفاق أسأل من مسؤولي وأرجع لكم الخبر. فإحنا أنا ورفاق اجتماع حزبي مرددين القسم، وطلبنا منه إيضاح. يعني لو الرفيق طه اكتشف في يوم من الأيام أنه فعلا هو مكلف بمهمة ولم يقل لنا بالاجتماع، أنا أطرحها عليه بالمؤتمر وأقول الرفيق طه كذب على رفاقه الحزبيين في يوم من الأيام. فهذه دستور، يعني هذه أنا مو جاي أبرر بها يعني، ولا هي دا أستخدمها كذريعة أو وسيلة. وأعلم أنا والرفيق طه في بهذا الأمر، ولم يعلم عندي شهادة إلا أني هنا طرحت بالمرة الماضية، قلت وعندي شهادة للرفيق طه وأني مد اليمين، يعني لم يعلم ولن أني قايل ولن طلب من عندي.
واني اليوم نهر اني من شفنا من الشحططة والبهدلة كثير، لكن اني هذا رفيقي وعندي شيء يفيد صحيحا وحقيقة، ولن ابخل لا عليه ولا على الاصغر منه بالدرجة الحزبية ولا على الاكبر منه، لان هذه مبدئيتي البعثية اللي تعلمتها، زائد قبلها تربيتي البيتية. واني حاضرة اي لأي سؤال. فكنا مسجلين ملاحظات، لكن ما يبدو ماكو متسع من الوقت عند حضرة القاضي ورئيس المحكمة، وعليه نحطها بجيوبنا. نعم تفضل، بإمكانك جواب على أسئلة وكلاء الدفاع. صباح الخير أستاذ سبعاوي. نعم صباح الخير. يا أهلا وسهلا سيد الرئيس. أود في البداية أن أسجل أن زجرا واضحا قد تم لشاهدنا الوحيد، وهذه المرة الأولى التي أشهد فيها محكمة تزجر متهما شاهدا قبل أن يتلو شهادته، وأن توجهه إلى طريق الشهادة وتمنعه سيدي من أن يسترسل فيما يود. أنا فقط عندنا سابقة بالشهادة. لا يا سيدي، لم يشهد شيء. احنا قلنا نطبق القانون، قلنا بدون خطب سياسية، ادخل رأسا بموضوع شاهد ان يقول ما يشاء، وللمحكمة حتى خطب سياسية. هاي محكمة جنائية استاذ. يا سيد الرئيس، للشاهد ان يقول. استاذ عندك سؤال توجهه للشاهد؟ عندي طبعا. تناقش المحكمة توجهه للسؤال. عندي اسئلة كثيرة. الباقي خليها بالمطالعة مالتك. عندك سؤال؟ عندي اسئلة كثيرة. وجهها للشاهد. عندي اسئلة كثيرة للشاهد. لا. اذا عندك سؤال موجه للشاهد. استاذ ياسين رمضان. جواب ترد؟ اجاوبه. انا اعرفه للاستاذ طه ياسين رمضان، وقلت وخلاني السيد القاضي اختصر، واشكرك على سؤالك، رايح اتطرق ببعض من الشيء. الرفيق طه، كنا نقول الرفيق طه قبل 68، لانه رفيق لاخونا، وانا احب كل رفاقه لانه نحبه، واللي يحب صدام نحبه، وعرفته بعد 68، لكن معا قرب جدا، وعرفت عن قرب جدا في السكن عام 80 22 4 80، دورنا موجودة يمكن منها اطلال اللي نهبت من قبل على ايران برضاء المحتل، يسقط المحتل. جاء اري واعرفه عن قرب، واعتقد اليوم ومنذ فجر الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالجار، فجاري بن مباشر، واعرفه مزيدا او عرفته مزيدا، واصبح مسؤولي الحزبي 1981 عندما غادرت المخابرات، وقلت المرة السابقة غادرت المخابرات شهر 7 81، فأصبح مسؤولي المباشر إلى 30 9 83، ومن خلال المعرفة والجيرة والمسؤولية ولدت علاقة صداقة، بعدها صديق ونلتقي ونتحدث، وأني تبوأت مواقع المسؤولية، مدير مخابرات ومدير أمن، أي أقصد مدير جهاز المخابرات ومدير أمن عام، ولم يذكر في يوم من الأيام كل هالمراحل اللي
مرحلة المسؤولية ومرحلة ما بعدها بالصداقة، أنه هو كلف بيوم من الأيام بحادثة أو واقعة أو شو ما أدري شو اللي قلها الاسم المشؤومة، واقعة الدجيل. فأني حاضر أن أسمع من السيد المحامي إذا أي سؤال. شكرا أستاذ سبعاوي. متى تولى الشاهد مسؤولية مدير الأمن العام؟ يوم 8/4/91. وهذا يعني أنه بحكم هذه الوظيفة كان على علم بطبيعة عمل الجهاز فيما سبق قبل 91 أيضا. نعم. وبالتالي أي علاقة له يمكن أن تقوم بين أي لجان خاصة أو جهات أمنية أخرى في الدولة؟ إذا تسمح ويسمح السيد القاضي شوية للإيضاح أكثر. أنا على بين بعمل الأجهزة منذ كنت مدير عام 79-80-81 في جهاز المخابرات، وأخذت مسؤولية مدير جهاز المخابرات 89/18/89، وأخذت مسؤولية الأمن العام يوم 8/4/91. فأنا على بينة منذ كنت مدير عام بالـ79 ما هي عمل الأجهزة وكيف. ولهذا قلت وأقول وأؤكد أنه لم يكون يوما ما الأستاذ طه يترأس لجنة أمنية، أكو سكرتارية مجلس أمن قومي، فالأجهزة هناك وأكو من يرأس مجلس الأمن القومي ليس الأستاذ طه، ولم يترأس لجنة أمنية حتى بعد العدوان 30 التي تقوده أمريكا عام 91، ورغم الأحداث اللي حصلت في القطر من أحداث الغوغاء ومن خنجر الصفح والغدر والخيانة، لم يترأس أي من اللجان الأمنية، وأنا ذاك كنت مدير أمن عام، ولم أسمع سابق قبل أن أكون مدير أمن عام أنه هو يوما من الأيام ترأس لجنة أمنية. ولو سمعت بهذا لا أستغرب، ومثل ما قلت قبل دقائق لا أستغرب لأنه ليس له دخل، لكن لما نسمع هو يترأس لجنة تنظيم البطاقة التموينية في ظروف الحصار لما أستغرب. ما المواقع التنفيذية التي كان يشغلها السيد الشاهد الأستاذ سبعاوي في عام 82؟ نعم عام 82. نعم. ما هي المواقع التنفيذية التي كان يشغلها السيد الشاهد نفسه؟ كان نائب أني حضرتك يا أستاذ أني. نعم. بس 82 أنا كنت مفرغ إلى الحزب من عام 81. كان مسؤولي المباشر رفيق طه للتنظيم القومي، ويجوز غير القاعدين بالقفص يعرفون هذه الصيغة التنظيمية، فكان هو عضو قيادة قومية، أنا عضو مكتب في التنظيم القومي، فهو مسؤولي المباشر. أنا عام 82 أنا ما عندي وظيفة حكومية. عبر هذه العلاقة الوثيقة بين الشاهد والسيد طه ياسين رمضان والتي شرحها بالتفصيل، هل في أي مشهد من المشاهد التي جمعتهما أو الذي سمع عنها علم أن السيد طه ياسين يمكن أن يتخذ موقفا فيتراجع عنه في أي لحظة؟ أشكرك لأنه ضمن الأمور اللي كنت أريد أحكي بها، لكن السيد القاضي يبدو أؤكد وأكرر هذا. أنا عرفت الأستاذ طه منذ مطلع السبعينيات عن قرب، ثم جاري ثم مسؤولي ثم صديق. الأستاذ طه هذا مثل أخلاق، صادق نزيه، لن سمعت
ولن أعرف أنه في يوم من الأيام يكلف بعمل إلا يتحمل المسؤولية بجدارة ويؤديها بدقة، ولا من الرجال اللي يتنصل ويتراجع. أنا أعرف رجل شجاع، المناضل شجاع، أي أنه مناضل. لم يكن هناك موقف ما حدث فيه خطأ ما فألقى على غيره بالمسؤولية وتحملها هو بوضوح، إن كان حدث في أي لحظة. حقيقة لن أسمع، قبل أن أقول لن أرى. ليش لن أسمع؟ هو كان مسؤولي الحزبي المباشر، لكن ما صار في يوم من الأيام مسؤولي الإداري. لكن من طبيعة ما عرفه الأستاذ طه وسلوكه ونهجه، ما هو اللي يلقي على الآخرين وهو يطلع منها من خلال معرفتي الشخصية، من خلال مسيرته النضالية والوظيفية، النضالية قبل الوظيفة، ومعرفتي عن قربه، مو هاي هو أخلاقه ولا هو هذا نهجه. وقلت ما صار مسؤولي الإداري مباشرة، وأنما صار مسؤولي الحزبي. المهام الحزبية يعني هي يعني بيها مسؤوليات، لكن ما صار عمل، إذا يعني ما أذكر عمل بمسؤولية وهو تبرأ منها وقال لا عنوها، يعني سويتها الرفيق سبعاوي أو الرفيق فلان. سؤال آخر. حسب المعلومات التي وردت إلى السيد الشاهد في هذا الوقت هو ورفاقه حول حادث الدي جي، هل ورد إلى علمه أن لجنة أمنية محددة مشكلة بشكل أو بآخر، ومن كان يترأس هذه اللجنة إن كان لها رئيس؟ يعني هل كان هناك لجنة أمنية خاصة أم أحيل الأمر إلى السلطات المعنية مثلا؟ أستاذ العربي من القطر المصري، أنا أشكرك. أنا قلت بالشهادة الأولى والآن شبه مريت عليها مرور، قلت الأمر يعنيني من سببين، من ناحيتين أساسيتين. هو أخويا صدام رئيس الجمهورية العراقية، يعيش صدام حسين، هو اللي صارت عليه محاولة الاغتيال. اثنين، خاف بعض الناس يعني تعتقد انه الحزبية ما مهمة، ولهذا قدمت قلت اخويا اخي. اثنين، انه رئيسي وقائدي الحزبي واني بعثي، فمن باب اولى اني اولا اخي، اثنين اني بعثي وكادر بالحزب، لازم استوضح هذا الموضوع بدقة. فاستوضحت الموضوع من اقرب قنواته، هو من اخواني، من اخي برزان واخي ابو الابطال. رحت على برزان باليوم الاول ليلا، ورحت على اخي الرئيس باليوم الثاني او الثالث، انا اعتقد الثالث، واستوضحت الامر. فهل معقولة يصير طه ياسين رمضان رئيس لجنة بهذه القضية واني ما اعرف، واني عرفت من شخصها المباشر المعني الاني اللي هو القائد اللي هو اللي صارت عليه محاولة الاغتيال، لكان مهتما بالامر. سألت حضرتك مباشرة السيد الرئيس عندما التقيت بي عما إذا كان هناك لجنة أمنية خاصة مشكلة أم لا، يعني هل كان هذا أحد مواضع الأسئلة فيما بينك وبين السيد الرئيس صدام حسين حينما التقيت به؟ حقيقي ما سألت، ولكن صار كلام ضمني وأشرح لك كيف الكلام الضمني. نعم، أنا من قلت لك يعني رحت مزعوج والتقيت بالسيد الرئيس أي مزعوج على الواقعة والحادثة، ومن باب يعني
العواطف، عواطف الدم وعواطف الأخوة وإلى آخره. فلقيته السيد الرئيس هذا يعني ما أبدا، ولكنه موضوع حادث. أنا بديت بالكلام نوع من توتر الأعصاب أو نوع من الانفعالية، وقلت أنه أنا ذاك العمر له دخله. فهو هذا، وهذه طبعا أنا ما استغربها بي، لكن استقرأت أنه هذا هدوء حقيقي وليس هو يريد يهد علي. يعني من خلال معرفتي به كأخ، هو هذا هدوء، هذا كان هدوء طبيعي حقيقي وليس يريد يهد علي. نعم أنا كنت منفعل بالكلام وبشيء من الإطالة. قال لي الأمن أخذت يعني الموضوع وهي تولته وهي تحققه وشوف النتائج. ما قال لي أنا شكلت لجنة ورأسها طاها وعضويتها فلان وعلان، يعني هذا اللي قال لي. وأضيف من هذا مزيدا للتأكيد، لأنه قلت بالمرة الأولى مدير الأمن العام نفسه حدثني في يوم من الأيام. من هو؟ فاضل براك أنا ذاك. ما قال لي رأسنا أو رأس اللجنة أو شكلت لجنة وبها أعضاء فلان وفلان ورئيس طه. هو قال أنا اتخذت الإجراءات وآني وآني، وشرح لي بعض الأمور وحكيتها هنا. سؤال آخر. آه سيدي، وفق السياق العادي للأمور في هذا الوقت في شؤون إدارة الدولة العراقية، من هي الجهة المسؤولة على وجه التحديد عن مثل هذه الحوادث عندما تقع في هذا الوقت؟ نعم سيدي، في هذا الوقت. نعم هذا الوقت في عام 82 سيد الرئيس. في عام 82. في عام 82 يعني وقت الحوادث. لا في هذا الوقت يعني هسع بالاحتلال. تأذنني أستاذ سبعاوي أعيد طرح السؤال مرة أخرى. نعم نعم. هذا شكل أسويها جلسة سرية أستاذ، أسويها جلسة سرية. لماذا سيد الرئيس؟ لأن من ضمن سياقات الأسئلة مالتك وإجابتك تتهجمون على الشعب العراقي. اجعلوها جلسة سرية. الشعب العراقي على رأس. جاء جلسة سرية. احنا خدمنا الشعب العراقي 40 عام. أستاذ، أستاذ أنت رجل قانون، أنت مو رجل محرف إطلاق. طب ماذا فعلت؟ كيف إطلاق؟ شنو عن هالأسئلة؟ ماذا فعلت سيد؟ أنا أسأله عن طبيعة. اسأل أسئلة قانونية أستاذ. ما أنا سؤالي قانوني واضح. لا السؤال سؤال أسئلة مالتك كلها أسئلة تحريضية، وهو ده يجاوبك جواب تحريضي إهانة للشعب العراقي. يا سيد الرئيس أنا سألته عن أنت أستاذ متهم بال بتوجيه أسئلة مهينة للشعب العراقي. أنا؟ أنت. حاضر، تسمح لي أكرر السؤال على حضرتك وحضرتك قرر معايا إذا ما كان فيه إهانة أو إذا عندك أسئلة قانونية سأل. إحنا فتحنا. حاضر قلنا لكم. اسمح لي أكرر على حضرتك السؤال. يعني أنتم تريدوها محكمة مثل محكمة كما على كان على الإطلاق، المحكمة العتيدة كما كان على الإطلاق. من وراء جدران ما يطلع صوت. اسمح لي سيد الرئيس هكرر السؤال ونشوف سوا إذا ما كنت قلت شيء في شبه التحريض او سياسة او قانون. استاذ انا سألته عن حدد اسئلتك. حاضر حاضر، انا سؤالي بوضوح عن الجهة اللي كانت مسؤولة وقتها في 82. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.